أهلا بكم. واقعة مأساوية جديدة شهدتها منطقة بوحمد نواحي إقليم شفشاون. راح ضحيتها شاب عشريني على يد صديقه بسبب تعليقات فيسبوكية. وبحسب مصادر مقربة من الضحية، فإن الضحية دخل في مشاجرة مع أحد أصدقائه، بدأت بمشادات كلامية وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيادي. استعمل فيها الجاني آلة حادة وسدد ضربات قاتلة على مستوى بطن الشاب العشريني. وأضافت ذات المصادر أن الشاب المغدور تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ثانية الرمل بتطوان، وقبل دخوله إلى قسم الإنعاش سلم الروح لباريها بسبب عمق الضربة التي تسببت له في فقدان كمية كبيرة من الدم. وأشارت ذات المصادر إلى أن سبب الصراع بين الجاني والضحية انطلق بتبادل كلمات السب والقذف عبر موقع الفيسبوك قبل أن يتحول إلى جريمة قتل مأساوية. وعقب إبلاغ رجال الدرك الملكي بسرية شفشاون، تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم عن واقعة القتل تمهيدا لعرضه على النيابة العامة. المشاهد تيفي.